المدرب انتهت مهمته عزيزي. هو انت ايش عندك علي؟ خلينا نكون واقعيين، هو باقي تصفيات كاس العالم. انت تصفيات كاس العالم لا يمكن ان تجيب مدرب جديد، هاي مرحله وانتهت، فهو لازم يبقى لنهايه التصفيات. المفروض الاتحاد يفكر الان للمقبل، يعني السنوات المقبله مع بقاء المدرب حتى لا هاي الفتره. لا وجهه نظري واضحه، انا حتى مع يعني عدم توافقه بكل الامور. انت عدنان ذكر معلومه مهمه، ترى بيتروفيتش هو اللي كان يقود المنتخب حتى بالتصفيات، ما كان ادفوكات، لذلك بقاءه خطا كبير جدا. حتى المفترض كان يشترك الاولمبي بمجموعته، حتى بمدربه المفترض، او اذا انت ما مقتنع بالمدرب خليه يجيب لك مدرب من الجيل الحالي. لكن امر مهم جدا، انت وينك هسه؟ المفترض عندك بطوله، يجب ان تبحث على مدرب منذ فتره، مو هسه طبعًا. مدرب جديد بعد خروج ادفوكات، عقليته تلائم العقليه العراقيه، عقليه اللاعب العراقي، خططه، مدارس، مدرسته منين، الكره القدم العراقيه شلون راح تنهض بوجود هذا سانشيز اللي كان مع الاشبال الى ان وصل بالمنتخب القطري. يعرف شو وقت، شوف حتى اتكلم على الشوط او المباراه، شوف تحس الثقه الكبيره لدى مدرب المنتخب القطري بزجه بجميع اللاعبين، حتى احتياط الثالث حارس المرمى احتياط ثالث مو ثاني، برشم هو الثاني. لذلك تشوف اللاعبين يتناقلون الكره بشكل مميز جدا، حصيله البوزيشن المنتخب القطري حيازه كبيره جدا مقابل حيازه قليله للمنتخب الوطني، هناك تناقل للكره، عدم خوف، ثقه كبيره جدا. لكن اجت اللحظه اللي شاف سانشيز منتر ميجا ولا بعد سنه حتى بالمباراه السابقه. زين تعال يا المعز، تعال يا بلغوني عندك مشكله بالنك مايك بالصوت، نتابع ردود.